نتكلم على قضية سيدنا النبي وسيدنا فاطمة وسيدنا علي والخادمة وكده، ودي خلينا نتكلم فيها في حلقة خاصة. خلاص ناس النهاردة بعت لنا أسئلة عايزين نطرحها على حضرتك، وعايزين نوجز حكاية الضرب. طيب الضرب خلينا ناخد في حاجة لابن عربي عايز تقولها. خلينا ناخد الضرب، لو احنا هناخد الضرب بمعنى الضرب من فضلك. خلاص كده، فابن عباس مثلا يقول لك بالسواك. تعرف حضرتك بالسواك يعني ايه؟ بالسواك ان هو يعني انا زعلان منك، ان هو ايه اللي يشعرها ان هو غضبان. يعني اذا عبد الله بن عباس فسر الايه على بالسواك، انها ضرب. الضرب اللي هو بالسواك، لا مش بصرف النظر، على انها ضرب. ضرب، فسر الايه على انها ضرب. خدت بالك مين بقى فسرها على انها ضرب؟ اللي هو هنا في المعاصرين. من المعاصرين يعني بعض المعاصرين. في السياق كويسه، يعني في السياق تبقى تمشي مقبولة. في السياق امتى بقى يا استاذ محمود؟ تمشي في السياق امتى؟ لما نشوف هل النبي ضرب، يقول لك ما ضرب رسول الله. ضرب ازاي؟ ما عمره ما ضرب عليه الصلاه والسلام. ولما قعد شهر كده، طب ما هو ابتعد النبي عنهم وما ضربش حد ولا اي حاجه خالص على الاطلاق. ده حتى في حديثه الافك النبي كان تصرفه في منتهى الرقي. لكن انت عارف حضرتك ان حجر يعني الهيتمي بيقول لما يجي يضرب يعمل ايه؟ بطرف الثوب، يعني يقول لها انا زعلان منك. هكذا فعل الرسول؟ لا ده ابن حجر الفقهاء بيفسروا معنى الضرب، اللي هو يقول لك بطرف الثوب. دي من عنده هو الشيخ. ايوه. طب هو فعل الرسول يعني اشمعنى في حاجات كتير جدا ما عملهاش فعل النبي. الرسول ما ضرب. اذا لم يفعل الرسول يبقى فلا توجد. هو ده اللي احنا عاوزين بقى نقوله. الامام ابن العربي بيقول كلام مهم جدا لسيدنا، يورد في كتاب احكام القران للامام ابن العربي المالكي. يقول ايه؟ يقول لا يضربها واحد. مش ابن عربي الصوفي، ابن العربي المالكي. خلي بالك عشان بس انا اختلط على الامر. ده ابن العربي تاني ابن عربي. نعم. فهو قال لا يضربها، يعني هو يقول لك ما يضربهاش خالص. وان امرها، طب لو امرها وما سمعتش كلامه، لا ما يضربهاش. ونهاها فلم تطعه، ولكن يغضب عليها، يقول لها انا زعلان منك، انا حزين قوي، زي ما عمل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وهجر النساء. سابهم ومشي. وبعدين يقول ايه بقى ابن العربي المالكي رحمه الله؟ وده في احكام القران للامام ابن العربي. بيقول وهذا من فقه، ده اللي قال الكلام ده عطاء، وهذا من فقه عطاء. فانه عطاء السكندري؟ لا، الامام سيدنا عطاء بن ابي رباح. ما اعرفه. وده فقيه يعني. كان يقول لك لا يفتى لا يفتي الناس في الحج الا عطاء. فبيقول وهذا من فقه عطاء، فانه من فهمه بالشريعه ووقوفه على مظان الاجتهاد علم ان الامر بالضرب بها هنا امر اباحه، ووقف على الكراهيه. عرف ان الضرب في الاخر مكروه. طب مكروه منين؟ قال لان النبي عليه الصلاه والسلام قال إني لأكره الرجل أن يضرب أمته عند غضبه ويأتيها آخر الإيه؟ آخر تبقى مصيبة. يعني إزاي يعني هذا أمر ثم حتى ثم دي العلماء يقول لك دي ثم للاستبعاد، يعني أمر مستبعد إن العقل يعمل الكلام ده إزاي؟ ثانيا، هو الضرب ده بيحل مشاكل؟ طيب كويس. ولا بيهدم الأسرة؟ من الأئمة الكبار أخذ الكلمة وفسرها أنها ضرب؟ محدش. اللي هو الضرب اللي هو البعد يعني الابتعاد، لانه عزهن وهجرهن في المضاجع واضربهن. ما حدش ولا واحد. بس سيدنا الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله له كتاب اسمه التحليل والتنوير، مات سنه 1973، وده من اعظم التفاسير التحليل والتنوير. بيقول ايه بقى؟ ويجوز لولاة الامور. اصل انا هقول لك في ضرب، امتى الضرب يا استاذ محمد؟ برضه عشان نركز يا جماعه، اذا كان في نشوز، اذا كان في ايه؟ المراه ناشز. لكن اللي بيحصل في البيوت ده ما ينفعش اصلا خالص، لا يجوز باي حال من الاحوال الضرب. اللي بيحصل يا ستي امي هاتي مش عارف فاتاخرت شويه، فروح لطشه بالقلم، يقول لك ده النبي قال. لا، ده لا يجوز شرعا خالص نهائي. وبعدين يا سيدي لازم تمشي فعظوهن واهجروهن في المضاجع. انت ليه على طول رحت واخد قضيه الضرب وبدات طيب تضرب؟ حضرتك قلت ان في القران في 17 كلمه ضرب. نعم. ولها يمكن خمس ست معاني. لها معاني متعدده، معاني كثيره. لو جه واحد دلوقتي النهارده وهذا مشروع